شو هي طريقة الله عز وجل الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الأحقاف 9. فتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم طريق الرسل وعلم الناس عن الإيمان بآيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الأنعام 126. أما الناس اللي ما آمنوا وما صدقوا بطريقة الله اللي حكاها المرسلين فكان إلهم عقاب شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. الكهف 106. والناس يلي آمنوا صدقوا وسلموا لله مش رح يتعاقبوا بنار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الكهف 107. إذن ما منقدر نعرف آياته وطريقه إلا عن طريق الكتب السماوية اللي أمرنا الله إنه نتبعها ونصدقها. والرسول الكريم أنذر الناس إنه يرجعوا للكتب السماوية، التوراة والزبور والإنجيل الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المائدة 68. ونقرأ في القرآن الكريم إنه جاء تصديق على الكتب السماوية اللي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المائدة 48. فهل الكتب السماوية التوراة الزبور والإنجيل الشريف محرفة زي ما بنسمع؟ أكيد لا، لأنه الله العظيم القدير قادر على أنه يحفظ كلمته من التحريف أو التبديل. بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأنعام 115. إذن هل ضروري الإيمان بالتوراة الزبور والإنجيل الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النساء 136. أمرنا القرآن الكريم بالإيمان بالكتب السماوية لأنها بتبين إن الآيات وبنور إن الطريق وبتفرجينا الطريق المستقيم. لكن شو هي طريقة الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا معنا في هالرحلة مع قصص الأنبياء فنعرف طريقة الله الصراط المستقيم.